يتجول بسيارته في أحياء المدينة وشوارعها بموسيقى هادئة ورنانة ليخبر الأطفال بقدومه ويعلن عن وصوله، فيدخل السرور إلى نفوس الأطفال ويضع البسمة والحلاوة على شفاههم. لا شانزي سي وزار بانزوا دسمان كردوبم كارا. بدأت بهذا العمل منذ ربيع 2016 وأتجول داخل أحياء مدينة حلبجة وجميع أطرافها لبيع المرطبات والمثلجات، وبالأخص في المواقع والمناطق السياحية في شاوغوغولان والمناطق السياحية في أحمد آوى ومنطقة هورامان، وأبدأ العمل من شهر آذار حتى نهاية شهر أيلول. المرطبات من الأطعمة المرغوبة لجميع الفئات العمرية، وسيارة بيع الآيس كريم منتشرة في الكثير من الدول بسبب رغبة الصغار والكبار وجميع الفئات العمرية بشرائها وتناولها. الأطفال يحبون المثلجات وحتى الكبار أيضا، هذه السيارة يسهل لنا الحصول عليها. في أيام طفولتنا لم تكن هناك سيارة لبيع آيس كريم، إنه شيء رائع أن يمر أمام بيتك سيارة بيع المرطبات ظهيرة كل يوم. منذ بداية عمل بيع الآيس كريم بسيارة متجولة، رحب الناس بالفكرة وكان شيئا جديدا وجميلا بالنسبة لهم، لكنه عمل شائع في الكثير من الدول. تم استيراد هذه السيارة من المملكة المتحدة والناس راضون جدا من العمل، يسهل لهم الحصول على الآيس كريم أمام بيوتهم بدل الخروج في هذا الوقت من اليوم وخروج الأطفال في الظهيرة لشراء آيس كريم. كان أحمد من عشاق المثلجات منذ صغره، يفرح لرؤية سيارات بيعها، ولعل هذا ما دفعه لاتخاذ قراره بالدخول في مجال بيع المثلجات، فضلا أن هذا العمل يشكل مصدر دخل له. لبرنامج نسمات زاغروس، أمير سليم، حلبشة.